نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. عارفين يشاء دي عايدة على مين؟ على الإنسان اللي عايز نور وهداية هيديله، لأن ربنا ما بيظلمش حد يدي ناس وناس، لا لا أبدا، لكن اللي عايز يقرب هيديله. هنعمل تمرين صغير، وهو إننا كل يوم كل يوم، حتى لو نعمل تنبيه على الموبايل عشان نفتكر التمرين ده، كل يوم هتخيل لمدة ثواني إن في شعاع نور قوي جدا نازل من السماء بيخترق عقلي وجسمي كله لبعد رجلي كمان، وأنا بقول نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وكده هنشحن طاقة إيجابية قوية جدا جدا جدا.